Schooling gibt's mir Stormy, Schoon! Sieht! Schooling gibt's mir Stormy, Schoon! أهلاً. مسير. إيه كل كوينسيدونس. صافا. لاباس. إش كدير هنا؟ كنصورو. وفي الحومة. كنصورو في الدار. هاد الدار هادي. صافا لاباس عليك. أنت مزيان. أنت خالي لا ورا. وليلو. ليلو. يا لا صدفة. ليلو عرفتي شحال ما شتك؟ نص أسبوع. عام دابا. عام ما شتك توحشتك. كان الوالدة كتلبسنا باش نمشيو للمدرسة وانا مزال صغير وكان عندنا ناصرين كاشات امي على مانطا ناصرين وحنا كنلبسو كنلبسو السبرديلة اللي كتجيب لي مانطا كتجزر وانا تنقول واقع راه غير الريح ما قال غير الريح شوية كنطل كتجيب لي الجزر كاملة وطاحت فوق واحد لابس راكب الموطور هو غير شفرة بيز عفات خولها في الموطور كيبان ليه والو صح كشاف فوق وجهو وعفات غادي بحال هكا معرفتش علاش هذا هو السوفينير الوحيد اللي كان عندي والسوفينير الاخر اللي عندي هو خويا الوسطاني كان قايلة قال لي في الدورة هنا في هاد الزنقة هادي الدري اللي ضرب كنا كنلعبو وهو مضرب مع واحد الدري والدري بغا ماشي خويا بحال غير واقف مع واحد صاحبو داك صاحبو مضرب مع واحد بحال الاخر بغا يضرب بحجرة والاخر شاف الحجرة جاي شد خويا وكالا بيه بحال هكا وضرباتو لعينو انا عاقل ضرباتو العين بحال ما بقاش كيشوف فيها واحد المده وجاو العائله وداك الشيء وجابوا ليه المهم راك عارف الصغار كيجيبوا لك دانون والحلوه وكذا وانا مازال صغير تنقول لي سعدات وكوا تضربت انا يجيبوا لي دانون وكيكا ما عرفتش علاش هذو بولي سوفونير عندي اللي عندي هنا حنا في الامانه انا فين قريت البريمير صراحة عندي دي بون سوفونير زعما لي دي بون سوفونير واخا كنت شوية تيميد انا في الصغر كنت كنحشم زعما انا دابا راه كنحشم مي في الصغر كنت بزاف وبحال تقول كان عندي واحد صحاب اللي في سيليكسيون اللي عندي واحد بحال واحد جوج ولا ثلاثة هما اللي كان صحابي زعما جو بونس في ديك الوقيتة ما كانش الراب زعما ماشي في 97 بيان سور انا يلاه تزاديت مي جو بونس لي زاني 2000 ولا جبونس كان جبونس كان الميتال معرفتش نقدر نكون غلط مي جبونس كان الميتال في كان الميتال واقيلا في المغرب كيتسمع كثر من الراب جبونس 2006 بحال هكاك عاد ولا الراب اللي دومينا مي خويا كان كيسمع الميتال الكرانج خويا اللي كبر مني سورتو نيرفانا كنرجع نسمع لهم بزاف نيرفانا وميتاليكا كنسمع لهم بزاف زعما ديغنيغمون كنعاود نسمع حيت كاين شي تراكات اللي بونس ما غتعاودش ديك لي بو كتمشي مثلا عند شي واحد كتلقى سو معلق شي بوستر ديال ميتاليكا ولا معلق ديال توباك ولا معلق ديال امانه الا كان الجولدن ايج كلشي ديك الساعه كلشي مفرقه وكيبان لك عاد ملي كتفرج مثلا في ام تي في كيبان لك مثلا كتشوف كليب ديال 50 سنت ولا شي لعيبه كيبان لك كيخلع فهمتي انت في المغرب ما عندكش واحد بحال ما عندكش استوريك مع واحد اللعيبه Sorry.
زعما في لي انفلونس زعما في الموسيقى كتبان لك بزاف زعما اللي يقول لك مثلا كيدير شي حاجه زعما هو اكسبري ولا المهم انا كنفكر هكا انا كنفكر اننا زعما ما كاينش واحد اللي اختار على الرويضه زعما انت كتانسبيرا من واحد الناس اللي تانسبيرا من واحد الناس اللي هي غاده دونك بحال كتشد ديك الرويضه وكتزيد بها دونك بحال لي انفلونس كتسمع وكتكونسومي وانت بحال برودوي ديال كاع داكشي اللي سمعتي وكاع داكشي اللي كونسومي بيان سور ما نقدرش نقول لك لا مي دي فوا كيخرجوا شي حوايج اللي كتقدر تقول هذه انفلونس ديال ديال مثلا روك ولا ميتال ولا شي لعيبه دي فوا فورسيمون تف تف ماشي تف التكست ولا في لي ميلودي مي تف لي برود كتلقى راسك انت كتقول لشي واحد يدير لك شي حاجه مي انت ما عمرك سمعتيها في الراب اللي كتجي تقول هذه منين جبتها كتقول لي يمكن راه واقيلا حيت سمعت واحد اللعيبه شحال هذه دونك انت برودوي ديال كاع داكشي اللي كتكونسوم Good morning, at five darb sonnet, transfer tam corner, out camera keep sonnet, tap 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 schooly, tap 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 do gully, but you goes have a smolly day. المهم هاد اللعيبة كنديرو مرة مرة صراحة واحد الساعة هاد العام ما قدرناش نديروها بزاف دوك الوقت انا ما كانش كان عندي الوقت مزير مي زعما الاغلبية ديال الوقت كنديرو كنشوف الدراري ولاد الحومة اللي كيلعبو كورة كيجيو كيقصرو كيلعبو تورنوات زعما كيدوزو عشية كاملة كيقصرو كورة صافي واللي كيربح زعما كيربحوها واحد اللعيبة اللي نقدرو نقولو راه مزيان فهمتي ما بلوس على بلوس على كيما نشرح لك بلوس زعما الجوهر ديال اللعيبه ماشي زعما شنو غير ولا شنو غيجي نديرو ليه حيت ما عرفتش حيت نقدر نقول لك زعما عارف انا الدراري بحال هكا اللي ما تبعوش كره مثلا ولا موسيقى ولا شي لعيبه ثم انا عارف شي في ليكزومبل مثلا شحال واحد انا عارف خو الكبير اللي قرا معايا ولا جينيراسيون ديالي عارف واحد الحوايج كي غيسالي فهمتي دونك فوميو من الصغر مثلا تقدر تانفلونسي يلعب كره يتريني يدير شي لعيب اللي غادي يفهم يكبر على انه زعما يبقى مشتت وما ما عارف مين صراحه المهم انا عندي علاقه مع الكره بحال كاع الدراري زعما لعبت كره شويه ما نقولش زعما كنت كنطير مي لعبت كره اي بلوس لي ماركاني هو كنت صغير وكان الكوزان ديالي راه واقيلا كان الكوزان ديالي كان كيلعب واحد ليكيب ديال الرياضة كنا كنلعبو في حي النهضة في تيران اون فاس تيران ديال الفتح وكنا كنلعبو وانا ما هما نورمالمون كاع اللي والديهم في الرياضة كيلعبو تما وانا الوالد ديالي ماشي في الرياضة دونك على خالي دخلني اللعبة ديال طلب عليا ودخلني غير اللعب ابري مي دخلت لعبت بحال كنشوف واحد اللعيبات وانا صغير ديال كلشي كيلبس مثلا يونيفورم واحد كتجي فهمتي كتجي معاك الساك في كوداس كتلعب كتسالي فهمتي واحد اللعيبات اللي صغار دابا انا كيبانو لي صغار مي باش كنت بروش كيبانو لي واحد اللعيبات كبار ولا حكا راه السيمانه الجايه غنلعبو ماتش مع هاد الفرقه ولا ماتش مع هاد الفرقه وبحال هذيك اللعيبات ماركاوني وليت عرفت ان الدراري اللي في هاد العمر هذا غيماركيهم هادوك اللعيبات كيما ماركاوني انا شقة طريقي مغمضيني خليت
ربي لي كي شوف جات فيكم بادين وفرح المنزي وحده سباري شوف هذه الحقيقه ماشي راه شحال من بيضا عندنا اليوم هو الزاك تاعو لا روينه تبارك الله الدراري الروينه الدراري قداش تبارك الله الدراري ديال الترينمون الدراري طبيعيين ما كيبلوش شي حاجه لا لا شوف الماء الماء والزوال اليوم عندنا اليوم عندنا واحد 35 40 دقيقه ديال شوف ديال الزومبا درنا واحد ديال الزومبا درنا واحد البلاي ليست ديال الكارديو ديال جوج شباب تا هما غيزيدوا زهيوه اليوم غتشبك غنطلع نسمعوا طراق نسمعوا فيتورينغ من الالمون سرسان مع عبدو عبدو عمر المختار سالينا طراك واللعيبات اللي سمعت من الالبوم واعرين ما نقدرش نقول شكون سمعت ولا مع من سمعت ولكن داك الشيء واعر شي صراحه خاص يتعطى واش معانا سمعوكم هاد اللعيبه انا غفار ولا لا واش معانا ولا لا ليتس جو ولا باي ربي وصلوا 14 كان حسب
خصم شك جرامي شامي عنده عامل الوان عم اجيبي مصاري صاري وقام البطل سلوان عرف قبط فات الجيوان والله قدو هدي هالبوي قهلا ودلي ضبوني عادي تشوفهم فيت الغفوري قلت لني داعي سميوني المنصور الدهبي ديسكي موجودة في كل حومك البنك الشعبي خاجلي عطاعي طاعي عندك هتقلقني مترو 90 في الجيم الكين جابي من خطر رقني كل حومة فيها كوب حتى رهم داربين اكا لا تحكي سبب حوار ماشي لكار وقفوا فرالي دكار فلوس كينا وسط البنكة والأسلحة وسط البلاكار كل حومة فيها كوب حيث دارهم داربين أكا لا تحكي سبب صرا ستورمي زي ما تلقيت بيه فاش يلا بدينا زي ما هو كان كيربي قبل مني ولكن عشنا واحد الاكسبيريونس كومون اللي هي اوكي ويت كنا بجينا حنا دي فري ستايل اللي شويه مشاو فيرال دونك تما فريمون بدات لا كارير ديالنا واحد الانسان اللي عاوني بزاف في الاستوديو زعما سي اون بيرسون كي في بارتي دو مو سي كلكان دو ميرفيو زعما ياسر انسان واعر الخدمه معاه في الاستوديو ماشي فورسيمون كنتفاهموا في لعيبات ارتستيك حيت كل واحد فينا عنده فيزيون دي شوز انا شويه مربعه في دماغي وياسر انسان كي اكسبيريمونتي بزاف انسان بوسور اللي زعما رجولة داك الوقت اللي دوزت في الاستوديو في الوقيته اللي كنا كنتلاقاو بزاف سي زعما راه فريمون خدمه ديال بصح داكشي كياخذو سيريو و جو بونس كو حتى ديك النيه ديال داك لو غيف اللي كان باغي يوصل ليه هو غادي فيه بشويه بشويه كيجيني زعما ديجا ديريكسيون ارتستيك اللي غادي فيها ستورمي دابا كتهرس شويه لي كود ديال الموسيقى حيت مؤخرا ولينا زعما كاملين كنشوفوا واحد اللعيبات هايبت دي غوفران كيتعاودوا المهم بلا ما نومي لي زارتيست مي ولا داكشي شويه معربن بزاف و جو بونس كو قبل من الالبوم بدا بروجي اللي خرج بهم بدا كيهرس دوك لي كود وديك الحموضه اللي ولات كاينه في الموسيقى داك الكوميرسيال الحامض جو بونس كو الالبوم غيقدر يشوكي الناس حنا محتاجين دي بروجي بحال ديال ستورمي حيت ستورمي افو انه يكون ارتيست ورابور واعر سي كلكان دو فيزيونير انسان كيشوف الموسيقى بطريقه اخرى ما كيشوفهاش بداك الماتيرياليزم وشي لعيبات اللي كنلقاهم دابا في لي زارتيست هادشي اللي كاين زعما انا كنامن ان الالبوم غيكون شي حاجه واعره والله يسهل عليك دراري راك هذا اللي غنلعبو دابا من نهار درجو اتراك من نهار درجو وانا كنقول كنتسنى غتجي الفرصه باش يطلع معايا سير سير واحد الانسان اللي عجبني ليا بزاف بلاتي 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 شكون معنا اليوم Gauche, gauche. C'est... On a ce robaqini, si tu savais. عندي مهم كي تفيقني بلاصة الريبي فخاصة في الهضرة في شهد ربي والباب الله ما عندي ما نخبيك وانا صغير وباغيني يا سين تي صابي عندي مهم كي تفيقني بلاصة الريبي فخاصة في الهضرة في شهد ربي والباب الله ما عندي ما نخبيك دابا تكبر حوايج خوك ويدير ربي تيسير ماليش نمشي جي في السوق قضوا طريقي واللي زين تنت تفرح وجا لمي ما لحزين ما تخشي بات كله فيك خوتا حاجة ما فري وانا حدا ياشت الناس كي حال مبابري بلاكم كله رامس ما مرضى جوي احنا بريت راما بريت عن كله دازا نادي تسمى مني ميوم كتي بامبيني سيتي صابي فترة ميغا تكبر كوبقي جي صابي وانا اكبر ضربة جاوني را كله من صحابي طريق لاصي قدي كان دو قاضي وانا صغير وباقيني يا سي تي صابي عندي مهم كي تفيقني بلاصة الريبي فخاصة في الهضرة في يا شهد ربي والباب الله ما عندي ما نخبي اول مره
راه كان حيت كان كوفيد كان هو في لاكاف هو وخالد كانوا جالسين لتحت. المهم انا كنهبط لهم ماكلتهم وبعيده عليهم كنخاف لي تعاد او لا يعاوديني. المهم هما بجوج لتحت هو كيف ما قال لكم بلي بالموسيقى من بكري مع خالد اللي كبر منه كنسمعو كيتصنت كان الخاصيات ديالو خاصين به. قرات تبارك الله وصل واحد النيفو زوين في الاخر اختار بانه صافي يتوقف له كامل الحريه صافي. وبقات هذيك الموسيقى كانت عنده في الاول غير ثانويه هكا تيدوز كيدندن كيهبط لاكاب هادي عنده لي سباس فين كيغني بوحدو ما تنوصلوش ما تندخلوش ليه في حياته. عرفنا تبارك الله بعقلو عرفنا شي حوايج كيديرهم ماشي ما يخرجوش على حياته ولا على طبيته ولا على السلوك ديالو او لا علينا حنا اللي والدين. بقات هكا وحيت هو الصغير شويه ديال كنحزرو شويه خليه نديرو له خاطرو شويه ويلا كنت سيرتو الا كانوا الوالدين شويه ذكيين خليه براحته ما غيديرش شي حاجه اللي غتخرج على تربيته اولا اللي غادي تخرج لينا على حياتنا اولا السمعه ديالنا تخسر اولا الناس ينعتونا بشي حاجه خايبه. هادي الحمد لله ما فيش ماشي حيت ولدي وصافي وخليناه. واحد النهار حتى اللي قالت لي اختي عيطت لي هذيك اختي اللي شتو وهي تقول لي شعليش علي دوزان شحال قديري مع الاستجواب ما كتبش عليك وليت كنقول نزيدو من طاقتي. المهم هادشي اللي تيقول ولدي زوين هضره في محلها كيهضر على هادشي ديال الموسيقى هضره نقيه اذا علاش نخرج عليه انا كأم وما نكونش كاع تمو نكون غير مرة جاي استشرني في شي حوايج اللي كنشوفهم معقولين فيه غادي نقول الله يكمل عليك ولدي بالخير صافي. البارح ما نوصفلكش ولدي حبيبي اول مره غنحضر له بالمباشر حتى اول مره مباشره مشى في ما خلى فين ما غنى بحال دابا ملي كان فرنسا في ما كنمشى انا كنبقى غير كنبقى شاده في اعصابي حتى كيقول لي خال كبير ماما راه سالا هو راه بعيد عليا دول كتعرف الوالدين الدعاء البكاء الخلعه الفرحه كيتخلطوا كاملين. البارح حيت هو كيلح عليا اكثر من اسبوع كنشوف فيه جاتني بحال اول مره غنشوف هذا الولد اللي هو ولدي واول مره غنكتشفه بحال داكشي يلاه داروا اول مره وعاد سمعته وانا راه كنسمع وكنشوف الكليبات ديالو وتيعجبني داكشي وكنجي نزيد نشجعو تنقول مادام هو في هذا الدومين اللي هو مرتاح لي اذا حتى انا اللي امراه مرتاح. بالنسبه لي انا تبعته على ثلاثه المراحل البدايه المرحله باش يقرا ويخدم وخدم وكنت مرتاح للعمل اللي كيدير لان قريب للمهنه ديالي ولكن واحد الوقيته توقف وما عرفش الاسباب وقف على العمل ويوقف كريمه ملي كنتسال معاه تنقول شنو غدير بار لا سويت المهم كيقول غيدير يدير التجاره غيدير وانا ما تقبلتش لان ما عرفش بعدا الغناء هو اللي تيسلبو غير قلت بان النمط ديال العمل رفضو صافي بدا كيدير واحد العمل تجاري حر وداكشي الى اخره ولكن استوديو بدا بشكل عشوائي بعد استوديو كان خوه وانا شجعته باش يستغل استوديو حيت خوه انتقل لمرحله اخرى ودار اوبسيون واحد اخرى. انت عرفت بان راه كيغني هو فريمون في البلار البلار حيت انا مشيت وفاجئته هو ما عرفش بان غادي نجي وانا كنت كنسول ومشيت حضرت لاسين فين داروا الكليب ديال البلار وكنت كنشوف هو دار شافني جات شي حاجه ربما انا كنقول ما عجبني انا المنظر قلت بون بالصوير وداكشي كانوا افراد من العائله ديالهم. من بعد انا ردت الفيسبوك سبيسيالمون عليه هو باش نتبع خوتو ومن تما تنشوف شد حوايج بحال اضطريت نحضي انا ماشي بغيت ندير عليه كونترول الوصايه ولكن قلت خصني نعرف هذا السيد الاتجاه فين غادي. بون كنقول هذا السيد راه بدا داك الثمره الاولى ديال الراب وانا كنعرف الراب من خلال القدام تنعرف جوج اللي تنعرف هو سمو البيغ ومسلم هذا انا الرابور كاين انا ماشي لا جينيراسيون ديال الراب انا تصنت الموسيقى اخرى باه انا جيت با كونتر هذا النمط الغنائي ولكن اللغه اللي خرج الكليب ديال افريكا خرج بعدا سير لو تراك دونك تما قلت كاينه الماده الخام دونك ولات جديه وعرفتو غادي ينسلخ على العمل بدقه واحده ما بقى لا داك العمل الحر لا والو دونك
قلت بون ربما الهوايه والرغبه ديالو غتغلب على داكشي اللي كان غير انا الوالدين غير تيخافوا خصهم ولدهم يكون المستقبل ديالو صداق داكشي الى غيره انا ما يمكنش عاد ديبلاصه هنا وهنا وهنا ولكن كنتبع كنتبع الاعمال ديالو وحده بوحده داكشي حتى البارح اكسبسيونيل الحضور المباشر الاحساس كان جاني ملي تنشوفو ماشي بالمباشر لان فاش كان المهم هنا في المغرب وفي فرنسا وفي داكشي ديال فرنسا حتى هي اللي كان عندها التاثير تنشوفو وقلت اول مره وانا كنعرف مغنيين كيمشيو لفرنسا يغني الا خصو بزاف ديال المسارات غادي يوصل فرنسا اللي عنده داك القبول انا تما اللي كان احساس غريب البارح صافي بحال المسلمات غير حضرنا مباشره وقلت بون صافي هو ربما كان مسطر شي حوايج انا ما في باليش ولكن خص تبعش المره خص يكون راسك شويه قاصح خصك شويه معكس وتكون كت مارش والمارش هيش خصك تدير داك الشيء اللي في راسك بصراحه ما قولها دي فوا زعما مارش زعما الناس اخرين كيعطوك واحد الاحكام اللي مبنيه على هما كيفاش كيفكروا ديك الساعه ولا على الخوف ولا على لي زيكسبيريونس ديالهم ولكن ما كيعرفوش انت زعما انت شنو كابابل دير اكثر ولا شنو كابابل دير احسن فهمتي يعني كتبقى ديك القضيه ديال الخوف ها هو اللي ديك الخايفين ولكن راه هما في لو فور ما عارفينش انت فاش مرتاح وفاش تقدر تكون كابابل دير احسن صراحة أنا اللي دوزت أكبر مدة من شحال دوزت من هنا وبحال تقول هنا اللي فين هنا فين بديت موسيقى وهنا اللي زعما فين تحكيت مع الحياة الواقع كوميم كنت عندي واحد زعما كنا في الحومة الأخرى اللي صورنا كنت كوميم كنت زعما كنقرب في واحد المدرسة أخرى بحال كنت كنشوف واحد المغرب آخر دوك باش جينا لهنايا بحال شفت فيرسيون أخرى اللي ما زعما عمري شفتها ما كنتش عارفها زعما جوبونس هادشي اللي عاوني بزاف انني شفت زعما شفت جوج ديال الحقائق ديال زمان ما كنعرف في المغرب كنت كنقرا في مدرسه بريفيز زعما 100% غتقرا مع دراري اللي دو فامي اللي مزيان ميسورين شويه ابري باش قريت هنا قريت شويه مع دراري اللي زعما ولاد الشعب كيما كنقولوا زعما الدراري اللي من شريحه ديال المجتمع اللي الدراري راك عارف وصافي بحال تقول هنا اللي تعلمت شويه ان ما كاينش حاجه بحال كان خصني انا نكري كلشي ما كاينش استوديو ونعاقل اول مره اللي اصلا علاش جبت ماتيريال وبغيت نتعلم نسجل بقى عاقل المهم ما كاينلاش نقول شكون هو مازال دابا عند استوديو في الرباط وكنت هضرت معاه باش نسجل وانا مازال صغير وقال لي واحد الثمن اللي كان امبوسيبل انني نخلصو ديك الساعه وفيكم ما كانش الدار كيعرفوا راه كندير موسيقى قلت غندير ما يمكنش غنمشي نقول لهم عطيني فلوس غنسجل غنسجل دوك ولا غنمشي نسجل غنمشي نرجع عندهم نقول لهم شنو درت انا بحال ما كنتش تايق بزاف داك الشيء وكنت شويه كنحشم دونك قلت غادي كاين ماتيريال عند خويا كانت كارتسون كان ميكرو زعما ماشي ميكرو كارتسون برو مي زعما تقدر ديباني بهم صافي جبت ميكرو كارتسون قلت غنشوف هادشي هذا كيفاش راه خدمات ليا راه نبدا نسجل راسي دونك بحال داك المونك وداك البيزون هو اللي علمني ان فهمتي شقى على روح ديال ما تبقاش تشكا وما تبقاش تبكي ولا ما داروش ليا ولا ما عنديش ولا ما كاينش فين جو بونس هادشي اللي خلى ان علاش كنشوف بزاف ديال الدراري دي فوا كيبقاو يهضروا على ما عرفتش كنتلقى بعض المرات الدراري في الزنقه كيقول لك حنا ما لقيناش اللي يعاوننا ما لقيتش استوديو وكورا انا راه انا فاصل الميكرو وبي سي زعما اعوام واعوام زعما ما تستنيت شي واحد يدير لي شي حاجه وما تشكيتش كاع عمري تشكيت فهمتي حتى بنادم كيولي صحاب لي حيت ما كتشكيش راك انت زعما لقيتي كلشي واجد ولقيتي كلشي قدامك دونك بحال هذاك البيزون هو اللي كيخليك تعلم انك تشقى عليها وما تبقاش تسنى اش تسنيت حاجه جديده بط من السما زعما السما راه كيهبط منها والو اش شو الخلاعه
العشاء الخلع ومن الموقع ماشي. صراحة أنا كرو بريزونتي بزاف وما كانش هكا في الأول لما كان قبل كان ديفيرون بزاف على هكا ولكن كرو بريزونتي زعما هنا فين زعما فين تعلمت كيفاش جو من الأول مانيبيولي مثلا لوجيسيال اللي غنسجل به ولا شي لعيبة بحال هنا فين تعلمت وهنا فين سجلنا جاك بوت كامل جبونس مغير شي جوج تراكات أخرى اللي تسجلو أيوغ مي هنا زعما باش دينا على راسنا وسجلنا وهنا تقريبا فين سجلت شحال شي 80% ديال الألبوم تكريو تقريبا أغلبية ديال البيت شنو آخر وغانا دارو كاع لي ماكيت لي ما يخرجوش أصلا ما يشوفوش الضوء بعد دي ماكيت عمر غيخرجو بحال هنا فين درت تقريبا كيما قلتلك 80% ديال الخدمة بحال تقول كون ديك فكره ديال الالبوم وشنو بغينا نديرو وشنو بغينا ما نديروش انا فين ندير داكشي صراحة أنا كتجيني القضية ديال بيبليك واحد لعيبة اللي ما زعما ما كتفورسيهاش ما خصكش تفورسيها خصك تخليها ناتوريل داكشي علاش دفا واش كنطلع سيرسان واخا زعما ما كنبغي بيان سور نريبيتي ما كنبغيش زعما نفورسي واحد لعيبات كنبغي نخلي داكشي حيت كنأمن أن كاع الحوايج اللي ناتوريل كيكونوا مزيانين دونك كنريبيتي داكشي اللي خصو يتريبيتا وكنطلع سيرسان كنخلي زعما لو ليان كيدوز داكشي ناتوريل كيما بنادم جاي يتفرج فيك وما في دماغه حتى شي حاجه جاي خاوي دماغه حتى انا كنجي خاوي دماغي كنطلع كيدير داك لو ليان زعما واخا ما نطلعش سيرسان عام عامين 3 سنين حتى 5 سنين كطلع داكشي كيدير ناتشورال يعني. صراحة مكاين شي حوايج لي جونغ بيان سور على الدين ديالي في الموسيقى خصو يبقى هو دونك كاين واحد الحوايج لي كنت كنديرهم من ديما مكاين بزاف ديال الحوايج جداد وما كنحسبش انا صراحة ريسك حيت ماشي زعما مش غتنقز من شي بلاصة ماشي ريسك ما بلوس بحال كترينوفا حيت مايمكنش بنادم يبقى يسماك في كل ريليز في كل عام بنفس نفس المعادلة غطلع عليه بصحته وتا انا بيني وبين راسي غنبدا نمل مابقاش نحس بديك الادرينالين ديال درت واحد لعبة جديدة ونشوف بنادم شنو غيقول واش تعجبوش ما تعجبوش البيرسوناج ما كاينش ان ما يسمعوش الناس ماشي بيرسونيل كنبقى نهضر على راسي زعما في فيرس وفي الهوك وفي كاع التراكات مي كنهضر على الاكسبيريونس ديالي اللي قدرت شحال واحد يتيدونتيفي فيها وكنهضر على الحوايج اللي طراو ليا ولا طراو الناس اللي كنعرف اللي تيدونتيفي فشي حاجة راه غيحس بها وغيسمع التراك دونك الغرض ماشي هو يسمعو بزاف ولكن بزاف يتيدونتيفي في الموسيقى هذا هو اللي اهم جولك كيسرع تليفون فوني تليفون الاخر كيتشارجا بوليسي اللي كان بغي يشدني تليفون صهمتي وكاع ما بقى رجع يو الله اللي كيعطي اما بنادم غير كيقلا الكتب اللي كيزعم اما الحقيقه كتختالك يو
والحومة فيها كوب في حضرهم ضربين أكاب لا تحتي سبابك لا في البروجة لاعب شي لاعب قاعد صراحه تلاقينا في صبر تلاقينا صاد عن طريق واحد الدري سميتو ايمن وايزو اللي هو المناجر ديالو دابا و تلاقينا في الاخر ديال 2020 كان جدوى معايا قال لي صاد شبان لك نخدمو مع واحد الدري راه كاين اول مره غنتلاقى مع ستورمي 2019 جو بونس في الصيف ديال 2019 ولا في الخريف كنا نتلاقاو اول مره وتلاقينا في تورناج ما كنتش بيان سور تنعرفو قبل وكنا باغيين نخدمو شي حاجه مي ما عمر جات الفرصه كانت هذيك هي الفرصه باش نتلاقاو باش زعما نعرفو بعضياتنا مزيان وهذا الخدمه برو مع ستورمي ديفيرونت شويه على لي زارتيست الاخرين حيتاش عنده موسيقى جديده فريش وفيها بزاف ديال اللعيبات اللي كيعجبونا حنايا صراحه في داك الوقت كنديروا بروداج كنا كنقلبوا على شي واحد اللي يقدر يحط على بروداج شويه جداد ولكن ماشي بزاف اون ميم طون نصيبوا اغاني شي حاجه ديفيرونت بالضبط على داكشي اللي كاين في الموسيقى في المغرب لاي بلاصه وفاش كنخدموا شي حاجه كنحاولوا نديطايو مزيان اون ميم طون ما نعقدوش الامور بزاف ما نخدمو ايزي ونشدو السونه هذا هو الموضوع جاي دمي بلا ما نسمي عشان كشيل دوغا دوغا زعما كنتسنى البوبليك كنتسنى غيعجبو داكشي وكنتسنى الصاط بنادم غيعيش هذيك ليكسبيريونس الاولانيه اللي ما كرهتش انا نعاود نعيشها زعما تنريح وما نكون سامع والو تنسمع الالبوم كامل ما كرهتش سبوتيفاي مع 12 الليل ولكن شعب الله باش تقدر تسمعو زعما مزيان كيخصك دير ليه وقت بحال اي البوم في تراك برو زعما فريمون مخدومين بزاف كل تراك واخد بزاف ديال الوقت بزاف ديال لي ديطاي بزاف ديال الناس زعما بزاف ديال لي كولا بزاف ديال الناس خدموا في مثلا كل تراك بوحدو تقدر تلقى بزاف ديال الناس خادمين بزاف ديال لي زيكسبيريونس دونك بيان سور يقدر الالبوم يكون كلاسيك صار مع الوقت جبونس الى زعما انت ارتيست وما كتوقفش على هاد اللعيبات ما عرفتش ما نعرف كيفاش زعما انت كتخيل الموسيقى ديال كيفاش دايره حاجه دونك ميم دي زارتيست لي كبار وتقول زعما ما عندوش الوقت وبزاف الحوايج وكيوقفوا على زعما كتلقاه في دي سيسيون ديال ميكس وكتلقاه زعما كيتامبليكا فشحال من حاجه حيت راه او فينال زعما راه كيخدم كلشي مي كتبقى انت اللي في لا فاساد دونك الا كان شي مشكل في ميكس ولا في ماستر ولا في شي لعيبه راه ما يمشيوش يقلبوا على شكون اللي ميكسر كيقولوا ستورمي دار ولا فلان دار ولا فلان دار ولا دار هادي مقاده ولا ما دارهاش مقاده وفي فينال كتولي انت اللي في لا فاساد وبحال انت اللي انت اللي كتلقى لكل شيء المزيان والخايب راه بزاف الناس واخا بيبليك دي فوا ما كيعرفش كيقول راه فلان زعما يقدر يقولوا ستورمي الالبوم ديالو ميكس واعر ولكن راه ماشي انا راه انا وبزاف ديال الناس مي خصك انت بينك وبين راسك تفهم ان راه ماشي انت بوحدك وما كاينش شي حاجه كدور عليك بوحدك شوف راه كاينه اون شان ما زعما ما واقفاش على واحد راه واقفة على كل شيء الا ما كانش غير واحد راه غتوقف زعما ما غدور فوالا
كل واحد زعما كل واحد كل واحد كيفاش كيفكر وكل واحد له الراي ديالو. ما بالنسبه ليا انا زعما كنت من ديما كنفكر بواحد القضيه ما جوغ في البدايه كانوا دي زوفر بزاف الحوايج ما كنت ديما كنفكر ان ما بغيتش ندير شي حاجه وانا مازال صغير شي صغير في العمر ما زعما في الاكسبيريونس. فكر انك تخدم موسيقى واعره وديفلوبي راسك وخلي داكشي من بعد غير يجي الراس. صراحه الالبوم خدمنا زعما كلشي خدم من القلب ودار داكشي زعما بوغ لا بون كوز ودار على السبب علاش كنديروا موسيقى. هادشي علاش انا مامن انه غيكون زعما في لي زاتونت ديال بنادم اللي كيتسنى. و اون بليس بحال ديغنييرمون وليت كنحس انا بوبليك صافي شوف بحال صافي دازو داز ابيزود اللي بنادم طلع ليه في صحته داكشي اللي مزور. دونك بنادم ولا كيبغي كثر شي حاجه اللي زعما فري وحقيقيه ديال بنادم ولا دغيا كيعيقب كتمثل عليا دغيا غنعيقبك كتكذب دغيا غنعيقبك وبنادم ولا كيتعطش اكثر الحوايج اللي حقيقيين. دونك هادشي اللي ركزت عليه وهادشي اللي انا السبب علاش درت موسيقى من الاول هادشي اللي كاين. علاش ايسبرغ؟ ايسبرغ حيت حسيت بلي ام ريفيلين واحد السايد اللي كنت مخبي غير ليا ما كانش بوبليك يشوفو وحتى السايد اللي مولف كيشوفوني بيه حاولت نديرو بان فورمول جديده. هادشي علاش ايسبرغ وعلاش دابا حيت هادي هي الوقيته ما كانش يمكن تقدر تكون وقيته اخرى. لقيتها باش ندير ريكاب على كاع داكشي اللي داز والبوبليك يعرف فين باغي نمشي. شي علاش ايسبرغ نمشي معايا السوديو نزن الرفراش كيفاش بعربيه و وطاك قول لي صدع عليا راسي خويا خويا خويا. ايه ايه باقي سارا الليل باقي طرح سلاف كنت غادو لا تاف داري داتا بيدي واس داني دابا مطيس ناني وقناني قام تقاني حاني كدويني ما فنشدش من طريق لي بيت ما فتا في غديني ماليش بوحدي مضابة محايني لي مكتب لي هاي سايني تالي طح لي امنايني ما نزوش وخيايني مكتاس ايه ايدي جيبي واحد كنت مكتاس ايه غربة امي تحتنا كيسات ايه فوت حجار لبيت مهزات كيش ماني فاسيل كوشي دامر باغي عرف الكاشيك رتشي اتودي ما فينو اسيف فينو احاسيس رغم انا شيف يا مجفوفو دابا عاف الله صافيك داكشي اللي كاين.